السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. شرف هذا الفيديو كيفاش شحن ببجي موبايل عن طريق الاي دي، ولازمك تشي بطاقة شداد باش تقدر تشحن لعبة ببجي موبايل. تابع هذا الفيديو تفهم جيدا. اولا لازم يكون عندك بطاقة، وتشري ثاني من منصة باينس، تشي شدة 60 شدة، معليش صح. روحوا الى الموقع خاصة بشحن ببجي موبايل، نديروا التسجيل، وبعد نضغط على تسجيل الجوجل بهذه الطريقة. خوتي درك انا عندي جيميل تاعي ونرجع لكم. خوتي درك درنا الجيميل خاصة بنا، يقولك اختار المنطقة، وبعد موافقة على الشروط نديروا ازدياد، نديروا 1995 18 جانفي، ندير موافقة، نديرو هنايا برومي القرض، بعد إنشاء الحساب عودة إلى المتجر بهذه الطريقة. دركا نحوسو نشحنو لعبة ببجي صح. لازم واش نديرو، نجيبو الاي دي خاصة بينا على لعبة ببجي. درك انا عندي 60 شدة، ونحوس انا نزيد 60 شدة خدعة اخرى. خاوتي درك رانا دخلنا الى حسابنا على شحن ببجي، هذا هو الاي دي واسم خاصة بنا على ببجي. خاوتي او حبيب شاهد، عندنا درك عندنا 60 شدة. اولا نجيبو بطاقة شدة بهاد الطريقة خاوتي، ومن بعد نروحو موقع ونديرو استبدال بطاقة شدة. خاوتي تقدر تشريها من منصة باينس، راها تساوي تقريبا 0.89 حوالي بدرهمنا، طيح لك تقريبا 20000 21000، وتتعاودها بحب 30000 ولا تربح تقريبا 9000 ولا 10000 في كل 60 شدة. هنايا نديرو الموافقة، من بعد نديرو الإرسال خاوتي بهذه الطريقة. رجاء الحصول على منتجات في اللعبة، تم استبدال بنجاح. نروحو لعبة ببجي، عندنا درك 160 شدة بهذه الطريقة باش تقدر تشحن لعبة فري فاير موبايل على الاي دي، وتقدر تري تخدم بها عادي، وكذلك تجيب حتى في النهار تجيب 100 تليفون 150 في النهار. لازم لك منصة باينس، وراني ندير عليها شرح كيفاش فتح حساب باينس، وكذلك حتى شحن باينس بالعملة او اس دي تي عبر بريد ايموب باش تقدر تشري شدات في ببجي، ولا كذلك حتى جوهرات نتاع كما نقول حنايا فري فاير. المهم خاوتي اللي عنده اي مشكلة ولا عنده اي استفسار خلينا تعليق اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.